السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول متوسط، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. زي ما احنا شايفين درس النهاردة اسمه درس العقد والصباغة، يعني هنربط وبعدين هنصبغ. فالموضوع ده زي ما احنا شايفين بيستخدم في زخرفة وتزيين الملابس والأقمشة والستائر والمفروشات بشكل عام، وبيطلع تكوينات جميلة جدا جدا جدا. أول حاجة هنبدأ إن احنا نعملها عشان نوصل للمستوى ده أو مستوى بسيط، إن احنا هنجيب قطعة القماش ولتكن مربعة، وهبدأ أطبقها 4 أجزاء، ده طبعا شكل بسيط جدا. وبعدين المربع اللي هيتكون عندي أتنيه عشان يكون شكل مثلث، والمثلث أعمله كمان مثلث وكمان مثلث، إن أنا عملته بالشكل ده وأبقى عارف اتجاه مركز القماش فين، عشان ده اللي أنا هبدأ منه الصباغة. هاجي في المنتصف انا هعمل تكوين بسيط جدا، بس هما هدخل لونين او ثلاثة مع بعض. هبدأ اربط كويس جدا جدا جدا، لو انا مش عايز الالوان تندمج مع بعض او تختلط مع بعض هربط جامد، وبعدين اتأكد ان انا ربطت وفصلت الجزئين عن بعض. المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة التلوين، انا اخترت برضو لونين يمشوا مع بعض زي اللون الاصفر والازرق، ولو اندمجوا مع بعض هيكونوا لي درجة ثالثة، ده اللي هنشوفه. هبدأ بغمس طرف القماشة اللي هو من تحت في اللون الأزرق، وأحاول إن هو ما يعديش الخط أو المكان اللي أنا ربطت فيه، وهصفي اللون على قد ما أقدر. ومهم جدا إن الجزء الثاني اللي ما تلونش ما يجيش عليه من اللون الأزرق، بحيث إن القماشة ما تبقاش مبقعة. يبقى أنا فصلت اللونين مع بعض، اسمه العقد والصباغة. بفصل المساحات عن بعض وبعد كده ببدأ أصبغ، بضغط جامد أحاول أصفي اللون على قد ما أقدر. الجزء الثاني هغمسه في اللون الأصفر وبرضه هصفي اللون. نلاحظ إن أنا مسكت اللون الأزرق بإيد والأصفر بإيد تانية عشان ما أدمجش اللونين مع بعض أو ما أعملش بقع في اللون الأصفر، طبعا هيتأثر بأي حاجة، فعشان كده أنا قصدت إن أنا أعمل كده. اتاكدت ان انا صفيتها كويس جدا، اقدر ان انا اسيبها فتره معينه تجف، بس قبل ما اسيبها تجف انا بعصر من المنتصف كده، عشان انا حابب ان اللونين يدخلوا مع بعض يعملوا لي لون اخضر بسيط جدا ناتج دمج اللونين مع بعض. وطرف القماشه اللون الاصفر هحط له سنه احمر بسيطه برضو جدا، بحيث ان هي تديني الوان الغروب او الشمس كده في المنتصف، هيبقى شكلها كويس جدا. وهسيب دي بقى تنشف شويه وبعدين اعمل تجربه جديده. التجربه الجديده برضو هطبق القماشه بالطول كده مرتين، والمرتين هقسمهم بالنص واحولها لمربع صغير، والمربع الصغير قسمت المثلث بالشكل ده عشان تعمل لي شكل فيه اكتر من تكرار للوحدة الزخرفية. وهبدأ اربط برضو من المنتصف كويس جدا، وهعمل برضو بلونين بس. طبعا انا اقدر اعمل 4 الوان و5 الوان، العملية محتاجة نظافة وحد يساعدنا عشان الموضوع يطلع مظبوط. انا بس عملت اللونين دول وما اهتمتش ان الالوان تندمج مع بعض، وعصرت القماشة من اللون الازرق وعملت الطرف الثاني بنفس الطريقة للون اللي هو الاصفر، وبعد كده دمجت عصرت الاثنين كويس جدا وحاولت ان انا اصفيها من الالوان. وبعد كده اقدر ان انا وصلت للنهاية. ست التانية لسه ما وصلتش لمرحلة الجفاف قوي، ولكن الى حد ما اقدر ان انا افكها واحطها على ورقة كده نظيفة، واتأكد ان هي الالوان كلها نقية مفيش عليها خلط، وافرد القماشة واسيبها بقى تنشف وتاخد راحتها، بس عشان نشوف مع بعض الشكل والتكوين اللي طلع عندي. الشكل عبارة عن دائرة باللون الاصفر ومنتصفها اللون الاحمر، وكون لي طبعا لون برتقالي، والاطراف بالازرق مسبوخة بالكامل، والبقعة البرتقاني او الاحمر اللي موجودة في النص برضو عملت شغل. دي كانت فكرة بسيطة جدا. الفكرة التانية ان انا عملت القماش اللي انا طبقته عمل لي 4 اشكال بالشكل ده كده، تداخل الازرق مع الاصفر جميل جدا. دول كانوا فكرتين بمنتهى البساطة، بس كل المطلوب مني ان انا هسيبهم ينشفوا. ده كان درس النهاردة، ودي طريقة العقد والصباغة. طبعا النتيجة عندي برغم بساطتها الا ان هي جميلة جدا، وانسجام الالوان ممتاز جدا. اقدر زي ما قلت اضيف اكتر
من لون، ما عنديش اي مشكله. ده كان درس النهارده اللي اتمنى ان هو يكون عجبكم ويكون المعلومه وصلت. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.